البرلمان وما هي تحديدات حاليا في البرلمان لهذا الدور؟ يعني نعم، اكو جاب بين مطالب المواطن واحتياجات المواطن وسرعة الاستجابة في الأداء الحكومي. سيعمل مجلس النواب العراقي على توفير البيئة الملائمة لتقليل هذا الجاب ما بين المواطن وما بين السلطة التنفيذية وأيضا ما بين القرار السياسي بشكل عام. وسبق أن تحدثت لجنابك، توفير خدمات وتوفير متطلبات الحياة الكريمة هي من أولويات الدولة العراقية سواء كانت في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. ما جدية تحديدات داعش الآن؟ داعش كتنظيم عسكري تم دحره على يد أبطالنا في المؤسسة العسكرية في المؤسسات الأمنية وأيضا مساعدة أصدقائنا في دول العالم، ولكن بقى داعش الفكر المتطرف يجب استئصاله من جذوره من خلال معالجة الأسباب اللي أدت إلى ظهور هذا الفكر المتطرف و يعني إرجاء العدالة وأن يكون هنالك تعامل بعدالة مع كل أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه و قطع التمويل عن هذا الفكر المتطرف، وهذا بصراحة يحتاج إلى تضامن كل الجهود الدولية. داعش كان في العراق وتواجد في العراق، ولكن داعش تنظيم إرهابي متطرف يستهدف العالم أجمع.